طيب دكتور عماد، ملي كنتكلموا على ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال، كاينه وصفات كثيرة جدا كيستعملوها الأمهات، وأنا غادي نبدا بواحد النقطة اللي ختمات بها الدكتورة أمينة أملي، الخل. تيدخل في إطار الإسعافات الأولية إلا ما كانش عندنا الماء، ما كانش عندنا ما بارد، ما كانش عندنا الكمادات، ما عندناش مثلا حتى الدواء، شنو ممكن نديروا ديك الساعات الأولى؟ ممكن أننا نستعملوا الخل في التقشرات ديال الوليدات ديالنا، ولكن شنو الطريقة الصحيحة؟ وشنو هو النوع ديال الخل دكتور عماد؟ لان كنعرفوا بان الخل عنده اضرار على البشره ديال الاطفال ديالنا وديال الكبار. اكيد اكيد. فالخل اللي غنهضروا على الخل خصو يكون عندنا في الدار الخل الطبيعي اللي هو خل التفاح، كنبداو به هو الاول. علاش؟ لان فيه لاسيد دو بوم. لاسيد دو بوم من الميزات ديالو انه كيوازن لنا درجه الحراره ديال الجسم. علاش؟ لانه كياثر مباشره على المستقبلات اللي كتوازن الحراره، اذن المستقبلات هما اللي كيكونوا عندنا على برا وكيقيسوا لنا الحراره اللي كاينه على برا، وكمل الداخل كيحاولوا انهم يقادوا لنا الحراره الجسم على حسب الحراره كيفاش كتكون على برا. في بعض الحالات هاد المستقبلات ما كيكونوش كيخدموا بواحد الطريقه طبيعيه، لما كنعطيهم الخل كنخليهم انهم نحسنوا من الاشتغال ديالهم. اذا هنا كنمشيو مع الخل ديال التفاح هو الاول. من بعد كيجي الخل الثاني اللي هو كيكون مركب كحولي اللي كيكون مستخلص من الكحول وكيتخدم بواحد الطريقه صناعيه، هو كيمكننا نستعملوه حتى هو كيعطينا واحد التهيج لهاد المستقبلات. وكنعرفوا حنا دائما كنرجعوا للطب الصيني القديم او يعني لا ميديسين تراديسيونيل شينواز اللي كيبينوا على ان في كل نهايه ديال 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 او في الارجل ديالنا كاين نهايه لكل عضو عندنا في الجسم ديالنا. اذا لما كنخدموا نهايه الارجل يعني في الاخر ديالهم او في التحت ديالهم، كنقيسوا واحد النقاط في الجسم ديالنا يسمى بلا بودولوجي اللي ولات دابا واحد التخصص معروف. ويعني الارجل عندهم واحد التاثير كبير على الصحه ديالنا، هذا من جهه. فالخل كيفاش يمكننا نستعملوه؟ الخل اكيد هو كيتسمى اسعاف اولي، ماشي ديما غادي نبقاو دايرين رجلين ديال وليداتنا في الخل، لان الا بقينا دايرين لهم رجيلات ديالهم تما، خاصه كنهضروا على الوليدات الصغار، كنهضروا على الاطفال اللي كيكون عندهم الارجل ديالهم حساسه بزاف، فكيمكن يوقعوا تسلخات، يمكن يوقعوا بزاف ديال الامور. هذا من جهه. ولكن الدكتوره قالت لنا ان يعني كنشكر على التعريف اللي عطات بعدا وكيفاش درجه الحراره، اكدت على واحد المساله مهمه اللي هي خصنا نردوا لها البال، هي لا مينانجيت. خاصه دابا كاينه الشمس، كاين لساعات الشمس، هاد الفيروس هذا او هاد المشكل هذا وهاد التعفن وهاد الميكروب هذا، دوك لي مينانغوكوك اللي كيعطيونا لا مينانجيت، هما خصنا نردوا لهم البال، لان كياثروا لينا على 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 على, على, على النخاع الشوكي ديالنا، كياثروا لينا على الجهاز العصبي ديالنا، كيعطيونا مضاعفات خطيره. هاد الخل ملي كنقولوا اسعاف اولي، حنا راه كنديروه غير باش تهبط مؤقتا السخانه على ما نهزوا داك الوليد ديالنا نديوه لي زورجونس. حيت انا شويه صارم في هذه المساله، ان لما كتطلع درجه الحراره اكثر من القياس ديالها، وراه هي شارت ليها الدكتوره، يعني غير كنوصلوا ل 38.5، كيولي كتشعل البوله حمراء، كيشعل الخطر، لان اي حاجه كيمكن لها تاثر لينا بهذه درجه الحراره المرتفعه. كيمكن يتاثر الدماغ ديالنا، ان الانسان كيولي الدماغ ديالو ما كيشتغلش بطريقه طبيعيه. كيمكن تاثرنا على الاطفال ديالنا الا خلينا لهم تسخن واحد المده طويله، ان الذكاء ديالهم ما كيبقاش، كيوليو مثلا يوقع لهم لا قدر الله في بعض الحالات كتوقع عندهم ليبيليبسي، كيوليو كيطيحوا. اذا الحراره خطيره جدا اننا نخليوها في الجسم ديالنا. اذا نديروا الاسعاف الاولي ومن بعد نمشيو نشوفوا هذه المساله هذه بالنسبه للخل. كاين اكيد كاين امور اخرى بالفعل بالفعل. فشوف غنبداو كما كنقولوا حنا ملكه الوصفات اللي كتستعمل السخانه او العشبه السحريه اللي هي المخينزه. انت راه ذكرت عرفتيها اختي لميع، ولكن الغريب في الامر هو العديد من الاخوات والاخوان ما كيعرفوش الخطوره ديال هاد النبته هذه، اللي هي يعني لونسيغين، ما يسمى بالفرنسي او يسمى لو تي دو مكسيك في امريكا اللاتينيه. امريكا اللاتينيه اللي كيستعملوها بواحد الصفه كبيره، غير هو يعني داروا فيها دراسات، داروا فيها عمقوا فيها البحث، واكيد ان حتى الدراسات العلميه والدراسات يعني في المختبرات بينت الخطوره ديال هذه النبته. بعد اولا واحد الحاجه اللي غادي يستغربوا ليها الاخوات والاخوان، هو اننا المخينزه ما كنستعملوهاش قل من 5 سنين. دائما غنرجعوا اللي باش كنوصل ليه دائما، ان وليداتنا قل من 5 سنين ما كنعطيهمش الاعشاب. المخينزه كيمكن تاثر على الكبد ديال الوليدات ديالنا، يعني تذوبوا، كيبقاش كيشتغل بطريقه طبيعيه اللي عطينا لهم قبل 5 سنين. هضرنا الا خديناها بالطريقه السليمه. من فوق 5 سنين او 6 سنين
فورم خنزة بعدا نعم دكتور عماد قل من 5 سنين ممنوعه تخد نهائيا طريقه سليمه ولا غير سليمه ممنوعه طيب باسكو لان كاين واحد الماده كتسمى لاسكاريدول هذه الماده هي ماده خطيره جدا هي كتسمى ايباتوتوكسيك مسممه للكبد وخاصه الا ما خديناهاش في داك لو دوزاج ديالها الاساسي بحال ما نقدر نقول لك ان الوليدات من 6 سنين حتى 13 عام غادي نعطيهم 5 الوريقات ديال 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 المخنزه فقط ولكن ما نخلطوها لهمش مع الليمون شي بغيت نقول لك اغلبيه كنديروا عصير مع الليمون هذاك خطير جدا لان الليمون فيه الفيتامين سي وهذاك الفيتامين سي اش كيدير داك لاسكاريدول كيولي المفعول ديالو مضروب في 20 اذا الا كنا حنا غادي نداويو واحد البلاصه فاشنو كيدير داك لاسكاريدول كيولي كياثر لينا على الكبد ديالنا وكيعطينا مضاعفات خطيره على الكبد وخاصه بالنسبه للوليدات ديالنا الكبار الا كنا كناخذوا خمسه ديال يعني خمسه ديال الوريقات بالنسبه للوليدات الصغار من 6 حتى 13 عام فالكبار غادي نعطيهم 10 ديال الوريقات فقط اذا وهذا الشيء الا بغينا نستافدوا مثلا من المخنزه 10 ديال الوريقات كنديروها في كاس كبير ونص ديال الماء مغلي حتى تطلق وعاد كناخذوا نص كاس صغير من هذا الخليط هذا في الصباح وفي الليل فقط هذا هو الطريقه السليمه وما نفوتوش فيها الاستعمال ديال 5 ايام طيب واحد الطريقه اخرى كيستعملوها الامهات نعم. وممكن كاملين دارت لينا فاش كنا صغار الا ما بغيناش نشربوا ديك المخنزه كيديروها لينا في الراس كيتحطوها كيحطوها لينا في الراس واش هكذا في الراس ما عندهاش تاثير اكيد في الراس ما كاينش مشكل لان ما كنشربوهاش لان كما كنقولوا حنا بالاسم العلمي الصيدلي بير اوس يعني ما كتخاتش عن طريق الفم ولكن الا درناها كمادات ماشي مشكل اننا نديروا على الجبهه ديالنا ما غاديش تعطينا واحد التاثير خطير بحال الا شربناه وهاد القضيه ديال الكمادات ما نديروهاش الاقل من 5 سنوات كمادات ممكن ولكن باش نشربوها نستهلكوها كماده فهي خطيره لان كنعرفوا الناس انا كنشوفهم كتمشي كيشدوا عرش يعني كيشدوا شجره انا كنقول ماشي شويه ديال المخنزه شجره كطحنها في كاس صغير ديال او كاس كبير ديال عصير البرتقال اش كتولي يعني كدير مشروب سام يعني فاطمه تما داوي راسها كتولي او يداوي راسو يعني باش كيشرب هذا الخليط هذا كنوليو في مشكل اخر اللي هو كيمكن ناثروا على الكبد وناثروا على الكلوي ديالنا اذا هذه مساله خصنا نحبسوها والمخنزه راه عطيتكم الطريقه السليمه 5 الوريقات من 6 سنين حتى 13 عام الوليدات 5 الوريقات في كاس كبير ديال كاس كبير ونص ديال الماء مغلي حتى يطلق كنعطيهم نص كاس صغير في الصباح وفي الليل الناس الكبار كياخذوا 10 ديال الوريقات ديال المخنزه وكنديروها في كاس كبير ونص ديال الماء مغلي كنشربوا نص كاس في الصباح ونص كاس في الليل وما نفوتوش 5 ايام حتى الاطفال كنعطيهم نص في الصباح نص العشيه غير عدد الوريقات اللي تيكونوا دائما كنقولوا حنا الاسعافات الاوليه زائد الدواء ماشي غادي نعطيو المخنزه غادي نرجعوا للور بيعه علاج السخانه او لا تقديم الاسعافات الاوليه باش نهبطوا درجه الحراره عند الاطفال هذا الشيء المثال كنتكلموا فيه معك دكتور عماد ميزاب من بعد ما تكلمنا على الخل وتكلمنا على المخنزه غنتكلموا على القرعه السلويه اللي كيقول لك بانه حتى هي كتهبط السخانه وداخله في الوصفات اللي كيستعملوا جداتنا وكيستعملوا امهاتنا واللي حتى دابا مازال بزاف ناس كيستعملوهم اكيد القرعه السلويه شنو الفوائد ديالها ما كنعرفوا حنا الفوائد هي من عائله اليقطين اليقطين راه مذكور في القران الكريم ومن النباتات المباركه في السنه وضرنا عليها بزاف ديال المرات في غذاء وشفاء في شهر المبارك فاليقطين المزايا ديالو هو فيه واحد المركب ديال الاملاح المعدنيه مركبات اللي كترفع لينا المناعه ديالنا وهاد اليقطين شنو هو الفائده ديالها هو كتكون مضاده للطفيليات ومضاده للميكروبات اذا خاصه علاش القرعه السلويه اللي كيكون فيها واحد التركيز اكثر ديال هاد المكونات والاستعمال ديالها يعني ملي كنستعملوها شنو كدير كتعاوننا على رفع المناعه كتعاوننا على كتعطينا واحد القوه للجسم ديالنا حنا هضرنا على رفع المناعه فكنهضروا على التقويه ديال الجهاز المناعي التقويه ديال الغدد اللمفاويه اللي كيكونوا فيهم اللي يعني التكوين ديال المناعه اللي كتصدى لهاد المشاكل اللي كيمكن تاثر علينا وفي الغالب السخانه ملي كتطلع هذا دليل على وجود واحد الجسم اللي كيكون غريب في الداس ديالنا واللي خص المناعه تصدى ليه فلما كناخذوا ديك القرعه كتعاوننا ماشي كنقولوا حنا كتشافيه ولكن كتعاوننا على هذه المساله هذه كاين كاع اللي كياخذ القرعه مثلا ملي كيكون عنده حريق الراس كتكون شقيقه علاش لان القرعه او القرعه السلويه فيها مزايا ديال انها كترفع لينا نسبه الاكسجين في الدماغ
والدماغ ديالنا كل ما طلع عليه النسبه ديال الاكسجين ديالو كل ما كيحس بالراحه وكل ما حتى الشعور بالالم كيقل. هذا من جهه. من جهه اخرى القرعه السلويه الفوائد ديالها انها كترفع لنا ماده السيروتونين ما يسمى بهرمون السعاده. اذا هرمون السعاده يعني بحال كيوقع واحد واحد تخدير حميد، ماشي تخدير اللي كيكون يعني خطير على الصحه ديالنا، ولكن واحد التخدير حميد للداس ديالنا كتعطينا واحد الراحه. وديك الراحه كتعاون الجسم ديالنا انه باش كيحاول يرتاح من هاد الامور هادي اللي كتكون كتاثر عليه. فهذا علاش كنستعملوا القرعه، ماشي مشكل اننا نستعملوها نديروها في الطبخ، طبخوها او نسلقوها وناكلوها بحال هكاك ماشي مشكل. كاين الناس الاطفال ماشي مشكل، ما هذه لا يعني ما عندها حتى شي تاثير على الوليدات ديالنا، وما كاينش شي اثر جانبي. بالعكس انا كنشجع الامهات انهم يعطيو القرعه السلويه لوليداتهم لانها الفوائد ديالها لا تعد ولا تحصى. طيب عندنا سؤال ديال رقيه كتقول لي سلام اختي العمية، تحيه الدكتور عماد. انا ولدي مؤخرا كان طلعت له سخانه ودرت له الخلف التقاشر ديالو، هبطات له السخانه، ولكن من بعد بحال جاتو الكزيما ما بين الصبع ديال رجلي في العمر ديال ولدي 4 سنين. ما عرفتش واش السبب هو الخل او لا، لانني كنت كثرته بزاف وبقيت كل ديك الليله كل مره كنعاودو. وكنشكر الاخت ديالنا بهذا السؤال المهم هذا، لان نسيت ما عطيتش الكميه ديال الخل اللي يمكننا نستعملوها. فمن الاحسن غادي ندير واحد الطريقه ذكيه. شنو هي الطريقه ذكيه؟ غادي ناخذ 2 معالق كبار ديال الخل هك ونخلطهم بكاس كبير ديال الماء بارد. 2 معالق كبار ديال الخل مع كاس كبير ديال الماء بارد. الا عندنا الخل الصناعي. عندنا خل التفاح كنديروا 4 ديال المعالق كبار ديال خل التفاح الطبيعي مع كاس كبير ديال الماء بارد. خلطوا هذه المكونات وكنحطوا لي كومبريس ستيريل، يعني دوك الفاصمات الطايبين اللي كيكونوا في الصيدليه كنديروا وحده وكنديروها كنلصقوها مع الرجل ديال الوليد ديالنا ولا البنيته، وعاد كنديروا التقاشر. فهكا غادي نستعملوا يعني نستعملوها بطريقه سليمه وما غتعطيناش اعراض جانبيه. بالفعل راه كثرت لي الخل، وراه قلت لك بان غادي يعطيه تسلخات، وخاصه ان الوليد غادي تكون عنده هاد رهيفه، هاد الجلد هادي غتكون حساسه. فكيفاش يمكن نرجعوا ليه يعني داك الجلد للحاله الطبيعيه؟ فانا كنصح الاخت ديالنا تاخذ زبده الكاريتي وتولي تهليه بين الصبيعات ديالو ورجليه، وان شاء الله هذا المشكل هذا ما يبقاش، لان الماء خصو يرجع للخلايا والخلايا ترجع الحيويه ديالها، وهنا ما يبقاش عندنا المشكل. وجدان كتقول لك البنيته ديالي في عمرها 6 سنين مؤخرا جاوها الحلاقم، ارتفعت لها درجه الحراره وجات بالويكاند. عطيتها الدواء لونتيبيوتيك مشينا للطبيب، ولكن في هذيك الويكاند كنت كنعطيها المخينزه عطيتها ليها، فمن بعد بنتي جاها الاسهال الحاد اللي دار ليها الخريط في النصارن. اكيد. فبغيت نعرف واش المخينزه هي السبب. ديتها عند طبيبه اللي عندها شي ميكروب، عطاها الدواء، ولكن انا بقيت شاكه في ديك المخينزه اللي عطيتها ملي سمعتكم كتهضروا على هذا الشيء هذا الصباح. فاختي كنقول لك ان المخينزه خطيره جدا، كما قلنا ما استعملناش بطريقه امنه، ويمكن لها تعطينا عندها داك يعني داك الشعور بالاسهال، وكتعطي هاد لاكسيون هادي انها كتعطينا واحد الاسهال. فشنو الدليل ديال الاسهال؟ هنا كيبين بان الداس ديالنا طلعت درجه التسمم فيها. وشنو كدير الداس ملي كيكون التسمم؟ كيخصها تخلص منه. كيفاش كتخلص منه؟ بهذه الطريقه، يا اما بالاسهال، يا اما بالتعرق المفرط، يا اما بالتبول شرف الله وقدركم. اذا هاد الامور هادي كلها كتبين بان خصنا هاد النبته هادي نديروها بطريقه سليمه. فهنا الحمد لله ان من بعد ما بقاش عندها هاد المشكل، اذا غتشوف الطبيب باش يعطيها واحد الدواء باش يجمع ليها الكرش ديالها. ومره اخرى كما قلنا تستعمل بالطريقه الامنه اللي عطيت اليوم في يعني نعاودو نذكرو بالطريقه دكتور. اكيد نعاودو نذكرو بها. اذا ركزوا معايا وبغيتكم تقيدوا هذه الطريقه، هذه هي الطريقه السليمه لاستعمال المخينزه. اذا قلنا 5 ديال الوريقات، كنزيدوا عليهم كاس كبير ديال الماء مغلي ونصف فوالا وكنخليوه حتى كيطلق. كنعطيو الوليدات الصغار من 6 سنين حتى ل 13 عام نص كاس صغير في الصباح وفي الليل، ما كنفوتوش 5 ايام. الناس الكبار كناخذوا 10 ديال الوريقات ديال المخينزه، كنزيدوا عليهم كاس كبير ونص ديال الماء المغلى، وكنعطيهم نص كاس صغير في الصباح وفي الليل، وكيداوموا عليها مده 5 ايام. اذا هذه هي الطريقه السليمه. طيب دكتور عماد، غادي نختموا بجوج اسئله ديال الاخت جميله، هما خارجين على الموضوع. كتقول لك جميله، انا الشعر ديالي كيطيح وبغيت ندير الوصفه اللي كنت عطيتي دكتور عماد فيها الزيت والزعتر، ولكن ما عقلتش على المكونات. فالوصفه ديال الزيت والزعتر
نعطيو فيها معلقه كبيره ديال الزعتر، معلقه كبيره ديال اليزير، ومعلقه كبيره ديال ورق سيدنا موسى مطحونين. كنزيدو عليهم كاس صغير ديال زيت الزيتون، كنحطهم في العافيه حتى كتطلع الغليه الاولانيه، كنخليهم ليله، كندهنوا بهم جلدات شعرنا وشعرنا، كنخليوه ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديرو جوج مرات في الاسبوع مده 3 اشهر. السؤال الثاني ديال جميله كتقول لي وصفه لتبييض المناطق الحساسه الابطين والركبتين فيها الحامض والنشا، واش عندها شي اضرار على الصحه؟ اكيد اكيد، فالحامض والنشا هما ماده كيميائيه مع الحامض اللي فيه لاسيد سيتريك، فكيمكن يعطينا تقشير والتهابات مفرطه. غير واحد المساله بغيت نشير ليها، بغيت نعطي الاخوات والاخوان وصفه، جوج ديال الوصفات اللي خفض درجة الحرارة، تخصموا بهم وصفات جداد لأن وغتستغربوا ليهم. فأول وصفة غناخدو الدلاح، قشور ديال الدلاح دابا كاين كيتحك ياك وكيتبرد في الثلاجة، إذا كتخليوه ديما في الثلاجة بارد. وهذاك الدلاح كناخدو كنديرو به لي كومبريس، علاش؟ لأنه فيه مواد اللي كتأثر على المستقبلات اللي هضرنا ديال درجة الحرارة، وكتخلي درجة الحرارة تهبط في الجسم ديالنا بواحد الطريقة سريعة. السؤال، واش ممكن نحتفظوا به في الكونجيلاتور؟ أكيد أكيد، تما حيت ما كاينش العام كامل. غادي نخليوه في الكونجيلاتور وغيبقى لنا العام، وحاولوا ديروه يعني تقسموه طريفات باش يمكن لكم ديروهم كضمادات للوليدات. يعني نحكوه ونديروه هكذا في الكونجيلاتور القشرة ديال الدلاح. بالفعل. وشنو كيمكننا نخلطوا مع الليمون باش كيرفع لينا القوه ديال المناعه ديالنا، باش كيحافظ لنا على درجه الحراره مرتفعه؟ فهاد المخينزه غنديروا المعدنوس. المعدنوس فيه تركيز هائل ديال فيتامين سي، اذا جوج عريشات ديال المعدنوس كنطحنوهم بكاس كبير ديال عصير البرتقال. اذا الفيتامين سي ديال عصير البرتقال كترفع لينا الفيتامين سي اللي كتكون عندنا في المعدنوس، وكتعطينا قوه للمناعه. كنعصروا هذا العصير، كنشربوه بالصحه والراحه في الفطور دائما، ما كنقطعوش فوق ما كان عندنا الفرصه، لا الكبار ولا الصغار.